سلالة، أنا مبسوط جدا إن حضرتك وافقتي تنزلي تقابليني. أستاذ أدهم، أنا وافقت أقابلك لأني مصدقة إن في حاجة بجد، وأنا سامع حضرتك. اتفضل اتكلم. أوكي. حضرتك، أنا زي ما قلت لك أنا مولود في إنجلترا في لندن، بس أهلي مصريين. والدي كان دكتور في مستشفى هنا في مصر، ووالدتي كانت الممرضة بتاعته. تعرفوا على بعض وحبوا بعض وتكوزوا. بعدها بفترة جات منحة لوالدي في لندن في إنجلترا، وقرر إنه يسافر. والدتي ما كانتش موافقة، ما كانتش بتحب الغربة، بس سافرت. ما كانش قدامها أي حل تاني. وصلنا على هناك، بعدها بكم شهر أنا جيت. وبعدين؟ اتفضل حضرتك كمل. حاضر. والدتي كانت تعبانة أوي، الوحدة والغربة كانوا مأثرين على نفسيتها أوي، واتكلمت مع أبويا أكتر من مرة وحاولت إنها تقنعه إنهم يرجعوا على مصر، بس ما كانش ينفع. ما كانش ينفع إنه يسيب شغله. تعبت أكتر ودخلت في اكتئاب صعب جدا، لدرجة إنها حاولت إنها تنتحر أكتر من مرة. وساعتها الدكاترة أقنعوا والدي بأهمية رجوعها لمصر، فوافق. خدتني ونزلت مصر. كنا جايين إجازة، بس لما وصلنا هنا قررت ما ترجعش، وكلمت والدي وقالت له الكلام ده. هو اتضايق واتعصب. بعدها بسنتين قرر انه يجي على مصر يزورنا اجازه، او على الاقل هو ده اللي قاله. قعد اتكلم مع والدتي اكتر من مره وحاول يقنعها انها ترجع معاه، بس هي ما كانتش عايزه. بس اقنعها انه ياخدني معاه اجازه، وفعلا رحت مع والدي على لندن. الحقيقه حكايه مؤثره جدا، بس انا مش فاهم بالظبط انا ايه علاقتي بيها. يعني هقول لحضرتك، لما سافرنا انا ووالدي على لندن وصلنا على هناك، طلق والدتي غيابي، بعت لها ورقه الطلاق وغير شغله ومكان اقامته، وكل ده عشان ما تعرفش توصل لنا. انا ساعتها كان عندي 4 سنين، وبعدها بشويه قال لي انها توفت واتجوز ست انجليزيه، وانا كبرت على كده. اوكي، بس برضه الحقيقه انا علاقتي ايه بالموضوع ده؟ والدي توفى من شهرين، وقبل ما يتوفى قعد اتكلم معايا واعترف لي اني امي عايشه، ما ماتتش، وانه اضطر يعمل كده عشان ما اسيبهوش، وانه كان بيحميني منها. سالته طب هي فين، انا لازم ادور عليها. قال لي اني علاقتهم اتقطعت ببعض من زمان، ما يعرفش عنها اي حاجه، ما يعرفش هي عايشه فين، واذا كانت عايشه ولا ميته. عشان كده حضرتك جيت مصر عشان تدور على مامتك. بالظبط كده.
طيب برضو أنا دخلي إيه يعني؟ أنا أقدر أساعدك في إيه؟ أنا سليلة، ممكن أوريكي حاجة؟ اتفضل. دي الصورة الوحيدة اللي عندي لمامتي، كان يوم فرحها. مش معقولة، دي شبهي جدا. بالظبط، ده أكني أنا. أستاذ أدهم، الصورة دي مظبوطة بجد ولا اني انت عامل فيها حاجة، عامل فيها فوتوشوب؟ خالص، It's the real deal. الصورة دي بجد، وعشان كده يوم ما شفت حضرتك يوم الحادثة ما صدقتش نفسي، ما كنتش فاهم، وقررت اني امشي ورا حضرتك. بصراحة ليك حق تتخطى، انا مخطوطة، مش عارفه اقول لك ايه، انا متلخبطه. انا سهل ليلى، انا ممكن تكون والدتي من عيله حضرتك. اصل الشبه ده مش معقول يبقى صدفه. هو مامتك اسمها ايه؟ اسمها ليلى. لا بقى كتير كده، اكيد حضرتك بتهزر. كنت عارف انك مش هتصدقيني. دي ورقة الطلاق اللي بعتها والدي. ليلى، ليلى أحمد الدرديري، محسن محمد الشرقاوي. غريبة جدا. طب حضرتك ما سألتش في العنوان اللي مكتوب هنا؟ سألت ولقيت إن العمارة اتهدت من زمان. طيب يعني ما فكرتش أسأل حد من أهل والدك؟ والحقيقة والدي من أصل تركي، وعيلته كلها سابت مصر في أواخر الخمسينات تقريبا. مش عارفة أقول لك إيه، مش عارفة، تهيألي المفروض تسأل مثلا في الأحوال المدنية أو حاجة. أنا سليلة، أنا معرفش أي حد هنا، أرجوك تساعديني. الحقيقة أنا مش عارفة، أنا مش عارفة أقول لك إيه، بس أنا عمري ما سمعت عن الاسم ده، ليلى الدرديري، عمري ما سمعته خالص في عيلتنا. حضرتك متأكدة؟ أيوه متأكدة، بس مش عارفة. أنا ممكن أسأل بابا. وأنا ممكن أقابل والد حضرتك؟